14/4/2012 قام المدعو حمدي محمود فؤاد الذي يعمل أمين شرطة بقتل بناته الثلاثة اللي كانت أعمارهم في الوقت ده 7 و5 و3، موتهم وهم نايمين عادي بسم الكوبرا نتيجة لشكه في سلوك مامتهم، تمام. وبعد كده بعد ما موتهم كان الساعة 3:17 العصر، والكلام ده كان في بني مزار في المنيا. انا ليه جبت الفيديو ده النهارده؟ عشان انا كنت بطلع على موسوعة جينيز ريكورد للجرائم، ولما شفت المنيا مشرفينا، فقلت بالمرة اجيب لكم فيديو عن المنيا. المهم انه انا قررت ان انا احط التاتش بتاعتي على الفيديو، ويا ريتني ما قررت، كان قرار سيء جدا، بس حبيت اعمل مشهد تمثيلي للفيديو لان ما كانش عندي مادة خام للفيديو. يعني حاولت ادور ما لقيتش في المصادر حاجة تناسب الا مجرد كلام كتابة، لكن ما فيش مشاهد، تمام، زي ما شايفين كده كتابة بس. فقلت استعين بطالب عندي يكون موهوب في التمثيل، والولد زي ما قلت لكم موهوب في التمثيل، وهتشوفوا بنفسه. هتشوفوا ليه؟ لا بلاش نشوف. انا شفت، كان في تالتة اعدادي الولد الحقيقة، فقال لي بص يا مس انا في التمثيل ما اعرفش اخويا ولا ابويا حد، وجاب لي تلات اخواته، مش بنات، اخواته هم تلاتة قرايبه يعني. المهم فيهم بنت عندها 10 سنين، يا ابني ما تنفع. قال لي لا. المهم خلصنا القصة دي، طب نعمل ايه في سم الكوبرا يا ابني؟ قال لي كوبرة مين؟ احنا نجيب بست. جبت كرتونة بست وشربوها، ما فيش مشكلة فدايا، بس المشكلة ان يطلع منه ايموشن واحد عشان اعمل فيديو تمثيلي للواقعة، ما فيش ولا الهوى. لا، والمشكلة ان امه واخواته واسرته بالكامل مقتنعين بموهبته في التمثيل، مش مشكلتي، انا احب ابلغهم ان ابنهم رهيب. فقلت بقى اعمل حاجة مفيدة برضو للطلبة بتوعي، على اساس ان احنا في النهاية لازم نتعلم البتاعة دي. شايفين دي كده؟ تمام. والولاعة دي، ده فكرة جديدة شفتها فيديو وعجبني جدا، انه عمل من دول كده اختراع تالت خالص، مفيش كلام. عمل من الاوتوماتيك حاجة جميلة جدا، اللي هو صاعق الصواريخ اللي انتوا شايفينه ده، ينفع قوي في رمضان. ما انا قلت بالمرة طالما رمضان بقى وكده، ما تنسوش انه بحاجة بسيطة او بمكونات بسيطة عمل شغل كويس جدا. تابعوا الفيديو وشوفوا الراجل بيعمل ايه. زي ما انتوا شايفين مثلا هنا بيعمل حاجات بصراحة بسيطة قوي، ده تقريبا بمنشار اركت او باي آلة. طبعا يا ريت ولي الامر اللي يعمل ده، مش طالب يعني اشترك. زي ما شايفين هو بيقطع البتاع اللي هي الماسوره دي. على فكره انا عندي استخدمتها على على ماسوره ورق، هو كده قطعها عشان بيستخدم بعد كده البتاع دي تقريبا عشان بس يسد ال انا مش فاهم، بس يلا ما علينا. هو سدها كده كويس، بيطلع بقى المغناطيس بتاع اللي هو الاوتوماتيك بتاع الولاعه. يفضل انه يكون سليم. تمام. بعد كده اهو طلعه وهنبدا بقى نشتغل. بصوا هو يعني بصراحه شغال، هيخرم هنا فتحه بسيطه. لو عندك مثقاب، لو عندك مثقاب اشتغل بيها، لو مفيش يبقى انت كده بتشتغل ب زي ما انت شايف كده المقص. وعلى فكرة اللي عجبني في الفيديو هو قد كده الطريقة بسيطة، يعني طفل يقدر يعملها، بس طبعا طفل كبير شوية عشان المقص والكلام ده. اوكي، هو شغال دلوقتي، و زي ما انت شايفين هو بدأ ان هو بالظبط هيدخل بقى الفتحة لحد ما يدخل الجزء اللي هو بتاع المغناطيس من البتاع اللي هي الصغيرة دي. تمام، زي ما انتوا شايفين اهيت، لحد ما يبدأ يدخل المغناطيس. هي الحتة دي هتاخد منه وقت شوية، وانا حريصة، انا مرضتش اسرع الفيديو عشان النقطة دي بس تبقى واضحة عندكم. تمام، اهيت هيسخن شوية الماسورة عشان هو عايز يدخل ماسورتين في بعض. ماشي، اهو سيحة سنة بسيطة عشان يقدر يجمع الماسورتين على بعض. تمام، الطريقة دي ممكن انت تعملها على او تعمليها على البوتاجاز.
محتاجين ولي امر ساعتها، ماما او بابا. مش هينفع الطفل يعمل كده طبعا، هيدخل هو هيدخل ماسورتين في بعض. شاطر قوي، تمام. وبعد كده هيبدأ ان هو هو بيحاول برضو يولع فيها بالراحة علشان يلزقهم في بعض. ويلا بينا يا انجليز يا ابني، يلا يا حبيبي، الله يكرمك، ما شاء الله، كده تمام، كده تمام التمام، ماشي يا حبيبي، تمام. يلا بينا بقى، يلا، عشان الوقت بصراحة وقت المشاهدين يا حبيبي. يلا هيركب البتاعة الغريبة دي اللي هي اسمها ايه، المغناطيس بتاع الولاعة، او اللي هو الاوتوماتيك بتاع الولاعة. يلا بينا ركبها، تمام. وبيستخدم الجلو زي ما انتوا شايفين، وبيوريها لكم كده عشان يوريكم انها بتشتغل، تمام. شايفينها بتشتغل على فكرة، تمام. هيظبط بقى البتاعة دي في بعضها، وهيبدأ بقى يعمل اللي هما القراطيس دول، وانتوا احرار بقى في الشكل اللي هتختاروه، مفيش مشكلة. هيستخدم الجلو وهيعمل شكل الكون او القرطاس، اوكي. وهيدبس دبابيس طبعا، اي ام معذورة في موضوع دبابيس الطرحة ده، بس اوكي. هو في النهاية احنا مش لازم نحرم ولادنا من هما يعملوا اي حاجة ابداعية، ده مش غلط على فكرة خالص، يعني ده في النهاية في مصلحتهم. يلا بينا، انجز يا حبيبي، انجز يا بابا. وشغال بالجلو برضو، شطور. وطبعا زي ما انتوا شايفين هو هنا بيحاول انه ما شاء الله.